ما الفرق بين الشرك والكفر وبين الإسلام والإيمان؟ الشرك هو دعوة غير الله عز وجل أن يعبد الله ويعبد معه غيره. أما الكفر فالكافر لا يعبد الله أصلا، لا يؤمن بالله أصلا ولا يعبد الله أبدا، هذا هو الكافر. أما المشرك فإنه يعبد الله ولكن يعبد معه غيره، وكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، لأن الكافر قد يكون ملحدا ومعطلا لا يؤمن بالله عز وجل أصلا، هذا هو الفرق بينهم. أما الفرق بين الإسلام والإيمان فهذا فيه تفصيل. إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا كما في الحديث الذي سمعتم، فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، إقام الصلاة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، بالأعمال الظاهرة. ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، الأعمال القلبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا إذا ذكر جميعا يكون هذا له تفسير وهذا له تفسير، ولا بد من الاثنين، لا بد من الإسلام والإيمان جميعا. أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه الإسلام. ولهذا يقول العلماء الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، هذا معناه. نعم.